بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة الحد الأول من شهر باقون المبارك الموافق 14 يونيو سنة 2020، والإنجيل من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 11 من عدد 1 ل 13. يبدأ القديس لوقا ويقول: إذ كان يصلي في موضع كفر، ولما فرغ قال له واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم؟ فقولوا: هكذا أبانا الذي في السماوات. إلى آخر أبانا الذي، الصلاة الربانية العظيمة. النهاردة بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس هنتكلم على أهمية الصلاة، ونجاوب على سؤال: لماذا ينبغي أن نصلي؟ وإحنا في زمن كورونا فيروس كل العالم بيتكلم عن الصلاة في وسط الضيقة والتجربة والوباء والمحنة، في البيوت وفي الكنائس وفي المجتمعات. علشان كده موضوع النهاردة شيق ومهم جدا، ونجاوب فيه على سؤال: لماذا ينبغي أن نصلي؟ لماذا يجب أن نصلي؟ ما هي أهمية الصلاة؟ وإن شاء الله بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس هنجاوب على هذا السؤال في 10 نقط عن أسباب وأهمية وضرورة الصلاة، وكل نقطة هندعمها بآيات من الكتاب المقدس. كتاب المقدس كلمة الله الحية والفعالة والتي هي أمضى من كل سيف ذي حدين. الصلاة هي وسيلة عظيمة جدا وهامة بالاتصال بالله. وفي اللغة العربية لما بنقول الصلاة هي الصلة اللي بتوصلنا لربنا. سيدنا البابا أنبشودة يقول: لما تحب تتكلم مع ربنا صلي، ولما تحب تسمع صوت ربنا اقرأ الكتاب المقدس. فالنهاردة هنتكلم عن الصلاة من خلال الكتاب المقدس. أول نقطة من النقط العشرة: ينبغي أن نصلي لأن الصلاة أمر إلهي أو وصية إلهية. زي ما قال معلمنا بولس الرسول في كلوسي الإصحاح الرابع وعدد 2: واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. كلمة واظبوا على الصلاة يعني مش تصلي وانس ان وايل في مرات متباعدة. المواظبة يعني الاستمرارية، يعني كل يوم، ولو أمكن 7 مرات في النهار زي ما قال داود النبي: سبحت الرب على أحكامه 7 مرات في النهار. واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. صلوات طبعا أنواع كثيرة، وأهمها صلاة الشكر. نشكرك يا رب عشان أنت صانع الخيرات، ونشكرك يا رب على كل شيء ومن أجل كل شيء وفي سائر الأحوال، واثقين أن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ثاني نقطة: لماذا ينبغي أن نصلي؟ نصلي علشان خاطر نتبع خطوات ربنا يسوع المسيح. مسيحنا الحي هو الإله المتجسد، هو الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس اللي جه وخلصنا، مساوي للآب في الجوهر. هو مش محتاج إن هو يصلي، ولكن هو صلى مرات كثيرة جدا عشان
يضع لنا مثالا لكي نقتفي خطواته زي ما بيقول الكتاب، وعشان يعرفنا أهمية الصلاة وضروريتها. قديس بولس الرسول في عبرانيين 5-7 بيتكلم على المسيح في عمق صلاته، يقول الذي في أيام جسده اسقدم صراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. شوف كم تعبير ذكر هنا في موضوع الصلاة، يقول يصلي بصراخ شديد ودموع، يصلي بطلبات، يصلي بتضرعات. إن كان المسيح نفسه عمل كده وهو مش محتاج إن هو يصلي، إنما بيشرح لنا أهمية الصلاة، فدي نقطة تانية نعرفها، لماذا ينبغي أن نصلي. نصلي عشان هو صلى، وعشان صلى عشان يحط لنا نموذج لكي نتبع خطواه. احنا بنصلي لأن ده أمر إلهي ووصية إلهية، وبنصلي عشان خاطر نتبع خطوات ربنا يسوع المسيح. النقطة الثالثة على أهمية الصلاة ولماذا يجب أن نصلي، لأن الصلاة تهزم الشياطين، تغلب إبليس وكل جنوده وكل أتباعه. علشان كده استمرارية الصلاة تعطينا النصرة، أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا على الحياة وكل والعقارب وكل قوات العدو. شوفوا الآية دي اللي قالها ربنا يسوع المسيح، هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. إن كان الصلاة والصوم يخرجوا شياطين، ودي موجودة في مرقس 9:21، إن كان الصلاة والصوم يخرجوا شياطين فمن باب أولى ما هو أخف من هذا، اللي هي حروب الشياطين، مضايقات الشياطين، التجارب اللي بيدوها لنا الشياطين، نقدر ننتصر عليها بسهولة. هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. رابع نقطة، لماذا ينبغي أن نصلي؟ ما هي ضرورة الصلاة؟ نصلي علشان خاطر الصلاة بتمجد اسم الله. الصلاة تمجد اسم الله. عشان كده ربنا قال لنا في مزمور 50:15، ادعوني في يوم الضيق أو في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. ادعوني في يوم الضيق أو في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. ربنا ما سبناش نواجه الضيقات لوحدينا. كل اللي طلبه مننا إن إحنا ندعوه في وسط الضيقة، وهو بيقول كده، علي أنا أنقذكم من كل ضيقاتكم، من كل حروب الشياطين، من كل المضايقات الناس الأشرار، ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. الجزء اللي على ربنا إن هو ينقذنا، والجزء اللي علينا إن احنا نمجد اسم الله، نعترف بكم صنع بنا الرب ورحمنا. خامس نقطة، لماذا ينبغي أن نصلي؟ ما هي ضرورة الصلاة؟ يجب أن نصلي لأن الصلاة بتحفظنا من التجارب. الصلاة تحفظنا من التجارب. في وسط الضيقات بتنقذنا، وفي وسط التجارب ربنا بيحمينا. وهنا بيقصد من لي تجارب الشياطين، تجارب اللي قال عنها الكتاب إن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. تجارب اللي الشيطان وقع فيها آدم وحواء، واللي استمر يوقع فيها البشرية حتى تجرأ إن هو يجرب المسيح، بس المسيح انتصر عليه بسلاح الصلاة وبالصوم وبالكتاب المقدس.
وعايزنا احنا كده برضو نعمل كده. عشان كده قال لنا في متى 26 وعدد 41: اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. اسهروا وصلوا، مش بس صلاة ولكن سهر. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. عايزنا نستعمل سلاح الصلاة، ويا حبذا لو نربط الصلاة بأصوامنا. لو كانت في فترة أصوام ده يرعب الشياطين ويخرج الشياطين ويهزم الشياطين، زي ما قلنا في النقطة الثالثة، هذا الجنس اللي يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. النقطة السادسة: ينبغي أن نصلي، يجب أن نصلي، لأن من خلال الصلاة نحصل على كل ما نريده، بشرط أن يكون متفق مع إرادة الله، يكون متفق مع إرادة الله. في إنجيل معلمنا متى صحاح 21 وعدد 22 يقول: وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوا له، مهما سألتم أي شيء باسمي أعطيه لكم. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوا له. هذه نقطة مهمة جدا من أهمية الصلاة وفعالية الصلاة وضرورة الصلاة، إن الطلب بتاعنا والصلوة بتاعتنا لو كانت تتفق مع إرادة الله ومشيئته يعطهن. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوا له. النقطة السابعة: لماذا ينبغي أن نصلي؟ يجب أن نصلي لأن الصلاة تعطينا الحكمة في التصرف. إن طلبنا من ربنا نتصرف إزاي في الأمور دي ونقول يا رب اعطينا حكمة نتصرف، هنوصل لموضوع الحكمة من خلال الصلاة. قديس يعقوب في رسالته يقول لنا آية جميلة جدا: وإنما إن كان أحدكم يعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. المفروض كل أمورنا تصير بمحبة وبحكمة، لتصر كل أموركم بمحبة وبحكمة. رابح النفوس حكيم. كتير جدا من مشاكلنا اللي بنوقع نفسينا فيها لما بيكونش عندنا حكمة في التصرف، والحل موجود هنا من خلال الصلاة. لو طلبنا من ربنا حكمة هيدهنا. أحب أعيد الآية دي تاني، يعقوب الإصحاح الأولاني عدد 5: وإنما كان أحد سوري إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير وسيعطى له. أهم حاجة أن نكون حكماء في تصرفنا، والمسيح قال كده: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ويقول لنا: كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. موضوع الحكمة ده موضوع مهم ممكن نحصل عليه من خلال الصلاة. تام النقطة النهاردة: يجب أن نصلي لأن الصلاة تنقذ الخطاة، وكلنا خطاة. يقول الكتاب: ليس إنسان بلا خطية ولو كانت حياته على الأرض يوما واحدا. كان معلمنا بولس الرسول نفسه بيقول: الخطاة الذين أولهم أنا. كلنا خطاة. فالصلاة تغفر للإنسان الخاطي لو رجع وتاب وصلى بدموع. فاكرين الموضوع بتاع العشار وبتاع الفريسي، وربنا كان بيتكلم على الفريسي اللي داخل الكنيسة ويصلي كده بافتخار: اللهم أشكرك إني لست مثل باقي الناس، أصوم يومين وأعشر أموالي وليس مثل هذا العشار. العشار دخل كده حاسس إنه إنسان خاطئ ومش قادر يرفع عينيه لفوق،
شوف القديس لوقا في لوقا 11 عدد 13 وعدد 14 يوصف لنا الموقف. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قلع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. وهنا ربنا في مقارنته بين وضع الفريس وبين العشار يقول إيه؟ أقول لكم إن هذا يعني العشار نزل إلى بيته مبررا دون ذاك الفريسي. لوقا 11 عدد 13 و 14. فالصلاة ممكن إن هي تنقذنا من خطايانا، تنقذ الخطاة. لو كان تصرفاتنا وسلوكنا زي هذا العشار اللي تايب وراجع وندمان وبيصلي من قلبه ومش قادر يرفع عينيه إلى السماء ويقول له: ربي اللهم اغفر لي فإني خاطئ، خرج مبررا دون ذاك. النقطة التاسعة النهاردة: يجب أن نصلي لأن الصلاة تقوينا في الإيمان. ده اللي قاله القديس يهوذا غير الإسخريوطي في رسالته المكونة من إصحاح واحد، يقول: وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. عدد 20: أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. لو الروح ربنا هو اللي بيقودنا في الصلاة، إيماننا هيزيد ويبقى إيمان أقدس بنبني نفوسنا عليه. آخر نقطة النهاردة: بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس لماذا ينبغي أن نصلي؟ أخيرا نصلي لأن الصلاة تشفي المريض. رسالة القديس يعقوب الإصحاح الخامس وعدد 14 و15، فاكرين لما كان بيقول: أمريض أحد بينكم؟ أمريض أحد بينكم فليدعو كسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. شوف الآيتين دول فيهم حاجات عجيبة جدا، ده فيهم أسرار كثيرة، فيهم سر الكهنوت يدعو كسوس الكنيسة يصلوا عليه بزيت، ده بيتكلم على سر مسحة المرضى، وإن كان قد فعل خطية تغفر له بيتكلم على سر التوبة والاعتراف، وكل ده جاي من خلال الصلاة. أمريض أحد بينكم فليدعو كسوس الكنيسة، ليه؟ عشان يصلوا عليه، وإيه كمان؟ يدهنوه بالزيت باسم الرب. طيب ليه يعني موضوع الصلاة؟ قال: وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. ده موضوعنا على موضوع لماذا ينبغي أن نصلي، ودوت السؤال اللي سأله أحد التلاميذ لربنا يسوع المسيح، واللي أثار فضولهم في السؤال ده حاجتين: شافوا المسيح نفسه بيصلي، أول لما ابتدينا النهاردة قلنا: وإن كان إذ كان يصلي في موضع قفر، ولما فرغ من الصلاة قال له واحد من تلاميذه: علمنا رب أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. هم شافوا المسيح بيصلي وصلاته عميقة جدا، فقالوا: علمنا رب نصلي زيك. الحاجة التانية: طب ما يوحنا علم تلاميذه الصلاة، أنت كمان علمنا. إحنا عايزين نقول له النهاردة: رب علمنا رب أن نصلي. أنت عرفتنا النهاردة كيف نصلي وأهمية الصلاة وضرورة الصلاة وإيه فعاليتها، وإن هي ممكن تجيب لنا كل هذه البركات وكل هذه الخيرات، وإحنا في وقت الزمن كورونا الفيروس العجيب اللي دوخ العالم كله، بنرفع قلبنا لربنا ونقول له: رب تمجد، تدخل، انزع عنا الوباء والغلاء، انزع عنا رب كل مرض وكل سقم،
اعطينا يا رب السوق لقلبنا المتفق مع مشيئتك الإلهية، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Today is the first Sunday of the blessed month of Ba'una. And the Gospel from the Gospel according to St. Luke, chapter 11, from verse 1 to 13. St. Luke started and said, Now it came to pass, as he was praying in the certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So he said to them, When you pray, say, Our Father who art in heaven. And then he completed to them the Lord's Prayer, the most beautiful and important prayer in the entire Holy Bible and in the Church. So today, we'll answer a very important question about prayer, why we have to pray. What is the importance of prayer? And we are going to answer this question in 10 points, each one supported by verses from the Holy Bible. Number one, of course you know that prayer is a great connection with God. And each point of the 10, I'm going to mention some verses to support the necessity, the importance, why we have to pray. Number one, we have to pray because prayer is God's commandments. You remember when the Lord said, if you love me, keep my commandments. So it is one of God's commandments. In fact, one of the most important commandments of God. So when we pray, we follow and we do God's commandments in our life. St. Paul said in Galatians chapter 4, verse 2, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Continue in prayer with thanksgiving. It is unique. We have to pray and we have to continue in our prayer, and the most important kind of prayer is the prayer of thanksgiving. That we thank the Lord for every condition in whatever condition. Number two, we have to pray to follow the example of our Lord Jesus Christ. You remember when the Bible said he set for us a good example to be followed. Although our Lord Jesus Christ is God incarnate, is equal with God the Father and God the Holy Spirit, he don't need to pray, but he prayed to set for us example to be followed and to show us the importance of prayer. St. Paul said in Hebrews chapter 5, verse 7, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from this and was heard because of his godly fear. Notice how many expressions the Lord did in the area of prayer. He said prayers, supplications, cries with tears. Amazing. If the Lord did so, and many times in the Bible, in many other areas, we witness the Lord pray. As we started the gospel today, when he ended his prayer, the disciple asked him, teach us how we pray. So this is the second reason
why we have to pray. Number three, we have to pray to defeat the devil, Satan. This is what the Lord himself said in Mark chapter 9, verse 29. So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. This happened when someone bring his son to the disciple of the Lord who had demon possessed, asked them to cast out the devil. They tried, they can't. So he bring him to the Lord. The Lord cast the devil. And the disciples were very astonished. Why we did not? What we cannot? He said, that kind of evil spirit cannot come out except by prayer and fasting. Imagine the combination of prayer and fasting can do a lot, can defeat the devil, the Satan, and all his followers. Number four, we have to pray to glorify God's name. This is what God himself said in the book of Psalm. He said, and wrote, David the prophet who wrote most of the book of Psalm, he said, call upon me, said the Lord, call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. From God's side, he asked us to pray, to talk to him at the day of the trouble. Call upon me, said the Lord, in the days of trouble. From God's side, I will deliver you, I will save you. But you have, or I have, to give glory to God. So prayer help us to reveal our God and to give him glory. We have to pray to glorify God's name. Number five, we have to pray to keep away from temptation. Mainly he talk here about the devil temptation. Our Lord Jesus Christ himself said in Matthew chapter 26, verse 41, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Watch and pray, lest you enter into temptation. So if we watch and pray, the Lord will save us from the devil temptation. He save us from the troubles, temptation, agony, problems that the devil cause us to try hard to let us driven far away from the Lord's way. Number six, we have to pray because prayer help us to accomplish all what we want if it is according to God's will. This is what he said to us. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Whatever. So even if it is something very impossible, but whatever is impossible for us, it is possible for God. And whatever things you ask in prayer, believing, this is one condition to believe that God Almighty, who can give us everything, if it is according to his will, and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. So prayer helps us to accomplish everything we want, provided it is according to God's will. Number seven, we have to pray because prayer let us receive the wisdom from God.
We have to be wise. You remember our Lord Jesus Christ said, be wise like a serpent and simple like the dove. We have to be wise. Many of our problems that we put ourselves because we have lack of wisdom. What can we do? Pray, ask the Lord to give you and me wisdom, then we are going to handle any matters in very wise way. This is why St. James wrote in his epistle, chapter 1, verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. If we ask, as he said, ask and you shall receive. How can we go to ask? Through prayer. So if we pray, please, Lord, give me wisdom to be wise enough to handle all the situation, especially the difficult one, the Lord will give us, and it will be given to you. Number 8, we have to pray because prayer saves the sinners. We all sinners. The Bible said no one is without sin, even though if his or her live a single day on earth. Or are sinners. So through prayer, if we repent, return back to the Lord, start to pray, bleeding, asking him to forgive us our sin, he will. You remember when the Lord talked about the Pharisees and the tax collectors, he made comparison between both of them. And then St. Luke recorded to us in chapter 18, verse 13 and 14, and the tax collector, standing afar off, will not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. And then the Lord said in his comparison between the Pharisees and the tax collector, I tell you, this man, the tax collector, went down to his house justified rather than the other mean the Pharisees. So we can receive the forgiveness of our sin through prayer if we return back to the Lord with true repentance. Number 9. We have to pray because prayer strengthens us. Prayer strengthens us. Give us strength and power. St. Jude said in his epistle, which is only one chapter, in verse 20, but you, beloved, building yourself on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. If the Holy Spirit leads us in our prayer, we are going to enhance our faith, so we'll have holy faith through prayer in the Holy Spirit. Finally, number 10 of our sermon today, why we have to pray. We have to pray because prayer heals the sick. St. James said in his epistle, is any one among you sick? Let him call for the priest of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Amazing. Two verses, James chapter 5, verse 14 and 15. You know, in these two verses, we have three sacraments out of the seven. Priesthood,
If anyone sink among you, let him call the priest of the church. To do what? To practice the sacrament of anointing of the sick, to pray for him, and anointed him with the oil. And before that, if this person confesses his sin, the priest will give him the absolution, and this is the sacrament of repentance and confession. And all happen through prayer. Yani, the main function of the priest himself is to pray. Pray the church sacraments, pray for the people, pray for his own salvation and the salvation of the other. And here he practiced these three sacraments through prayer. This is why I put it at the end, finally, we have to pray, because prayer heals the sick. This is a very important subject today, especially when we are in the time of coronavirus, which attacked the entire globe, the entire world. And you hear, pray, in the church, in the houses, in the community, in the countries, the kings, the president, the prime ministers, call the people to pray, to return back to God. So today is a very important subject, why you have to pray. It happened because the Lord himself, who don't need to pray, started in the gospel today. He was prayed in certain place in the mountain, and many times mentioned about him that he pray a lot. Then one of the disciples asked the Lord, taught us to pray, as you will as you pray, and as also John the Baptist taught his disciples. So we have to request this today for the Lord. Lord, taught us, teach us how we pray. And today the Lord revealed to us through 10 points from the Bible the importance of prayer. So please, pray for me, I will pray for you. Pray for coronavirus. Pray for everyone in your house, in your friends, for your friends, in your colleagues, in your work, in your neighborhood. Pray for the Pope, pray for the bishops, pray for the all the clergy, pray for every member in the church, pray for the sick people to be healed, as we said. Pray for the deceased, may the Lord rest their souls, and so on, so on. Pope Shenouda said, if you'd like to talk to God, pray. And if you'd like to listen to God, read the Bible. And today we talk about prayer through the Bible. It is a combination between prayer and Bible. And also His Holiness Pope Shenouda used to say, pray with the spirit of the Bible and read the Bible with the spirit of prayer. It is a dialogue between us and God. It is not only a monologue, it is a dialogue. If you'd like to talk to God, pray. And if you'd like to listen to God, read the Bible. May the Lord bless all of us. Glory be to God forever and ever. Amen.